السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء. وصلنا من كردستان العراق، الحمد لله، العسل الطبيعي الأصلي بضمان وبشرط، الحمد لله. أيضا السائل، عسل السائل أيضا موجود، هذا العسل أيضا موجود، هذا العسل الطبيعي. وأحب أن أبين للناس طريقة العسل الأصلي والمغشوش. هذا عسل طبيعي أصلي وهذا عسل مغشوش، اشتريته من السوق كي أبينه للناس. يعني هذا هذه طريقة تدهين إيدك بالعسل. هذا تشوفون هيجي يصير شيرة، هذا مغشوش هذا العسل، لكن هذا أصلي. هذا هسه وهذا العسل الأصلي، هذا العسل الأصلي لين وسهل وبدون لزوجية وكلش لين، عبالك مخلي فازلين مو عسل، شيء كلش راقي خوش. عزيز هذا ما قد هو دستي قرد وشيرة بو دستي قرد ديارة ومغشوش الشكرة، بس هسه ما أصلية علي وزني علي رونة بد اسمه هيج نية هيج هس بهيج ناكي وآه شي زوزو شاكا وهيج إني نية شيلي نية ما بي شيله، إذا بي شيله شي ضبيده هذا العسل المغشوش مثل الأولاني، بس الأصلي هذا الأصلي عبالك مخلي فازلين أو دهن زي زيتون، مخلي ماكو شيله، ماكو أي شيله، ماكو ها ماكو أي شيله، ماكو هذا الأصلي الطبيعي، الأصلي الطبيعي. الحمد لله، بارك الله بكم.